مشاهدينا ورجعنا لكم مرة أخرى، وبنبدأ مع حضراتكم أولى تقاريرنا في حلقتنا النهاردة، وخاص بوزارة الداخلية. جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم جلب وترويج والإتجار في المواد المخدرة. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة التي تحققها في مجابهاتها الحاسمة لجرائم الإتجار وتهريب المواد المخدرة سبب رئيسي في تجفيف منابع المخدرات، وتسهم في حماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة التي تضر بهم وبالاقتصاد. فيقظة الإدارة ساهمت في إحباط محاولة تشكيل عصابي نقل وتهريب 3750 تربة لمخدر الحشيش من شرق لغرب قناة السويس، برغم إمعان عناصر التشكيل في إخفاء المخدر أسفل حمولة جبس حجري لسيارة نقل بمقطورة حتى لا يتم رصدها، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم السيارة المشار إليها وسيارة أخرى بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهم تلك الكمية التي تزن 375 كيلوغرام وتقدر قيمتها المالية ب 26 مليون و250 ألف جنيه. وسجلت الإدارة نجاحاً آخر يضاف إلى سلسلة نجاحاتها الكبيرة في مكافحتها لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت من إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة لمخدر الآيس، تلك المحاولة التي قام بها عنصران إجراميان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ونجحت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الجيزة، وبمشاركة فاعلة لقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نجحت في ضبط العنصرين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 11 كيلوغرام من مخدر الآيس تقدر قيمتها ب 28 مليون جنيه. لم تقتصر ضربات الإدارة عند هذا الحد، إنما تواصلت الضربات والنجاحات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن المنوفية والإسماعيلية عدداً من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا في الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 70 كيلوغرام لمخدر الحشيش و12 كيلوغرام لمخدر الهيروين، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه. قضايا إتجار وترويج مواد مخدرة يتم ضبطها، وهو ما يعبر عن حجم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها أجهزة المكافحة بوزارة الداخلية ويقظتها الدائمة، وهو ما يحول دون نفاذ تلك الكميات إلى المجتمع ويحمي بذلك الشباب من الوقوع فريسة لإدمان المواد المخدرة. اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده درعك وسيفك وابن بلد، اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد، اللي سيرته ريحتها مسك وورد بلد. ده
اللي مصر فعلا محتاجاه هو ده، ده اللي بلده عنده أغلى من الحياة هو ده، اللي واقف على الحدود يحمي الجميع هو ده، عينه وسط راسه واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام هو ده، ده اللي حب بلده فعل مش كلام هو ده، ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم هو ده، ماشية خطوة كبيرة فعلا للأمام، كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، ده اللي لازم كلنا نشاور عليه هو ده، ده اللي مصر كلها بتبقى بيه هو ده، ده اللي صاين أرض واللي بيحمي أرض هو ده، واللي شايل مصر وحاططها في عينيه، ده اللي ما بيعرفش كلمة مستحيل هو ده، في التاريخ دور تلاقي الدليل هو ده، إنه فعلا خير جند الله في أرض هو ده، وإنه حارس البلد دي نهار وليل، كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه، هو ده، ده اللي بلده عنده أغلى من الحياة هو ده، واقف على الحدود يحمي الجميع هو ده، عينه وسط راسه واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام هو ده، ده اللي حب بلده فعل مش كلام هو ده، ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم هو ده، ماشيه خطوه كبيره فعلا للامام، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقه مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه هو ده، ده اللي بلده عنده أغلى من الحياة هو ده، اللي واقف على الحدود يحمي الجميع هو ده، وعينه وسط راسه واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام هو ده، ده اللي حب بلده فعل مش كلام هو ده، ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم هو ده، ماشيه خطوه كبيره فعلا للامام هو ده. مشاهدينا ورجعنا حضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك عن بدء الاعتدال الخريفي ونهاية فصل الصيف. طبعا حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معنا على الهاتف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم، وحضرتك جميع المشاهدين، وكل سنة وحضرتكم طيبين جميعا. وحضرتك طيب وبألف خير يا دكتور. يعني حابين نعرف من حضرتك برضو عشان المشاهدين أبو على دراية أكتر، إيه هو المقصود بالاعتدال الخريفي يعني؟ وهل طبعا يعني له علاقة بارتفاع يعني أو انخفاض درجات الحرارة؟ نوضح. خلينا أوضح لحضراتكم، إحنا طبعا عارفين إن الأرض بتدور حوالين نفسها مرة في اليوم، دي بتعمل لنا الليل والنهار، وبتدور حوالين الشمس دورة كاملة اللي هي بتعمل السنة 365 يوم وربع. أثناء دوران الأرض حوالين الشمس، الشمس بتتعامد على أجزاء معينة من الأرض، مرة على مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجاذب، على حسب موقع الأرض والشمس مع بعض بيبقى عندنا في تعاقب الفصول. الأحداث دي 4 أيام على مدار العام، منهم اللي هو كان امبارح 22 سبتمبر، ده الاعتدال الخريفي. بالمناسبة احنا عندنا في العام اعتدالين، الاعتدال الخريفي اللي هو كان امس، والاعتدال الربيعي اللي هو 21 مارس. يعني اعتدال بيكون الشمس تقريبا عمودية على خط الاستواء، وبالتالي الليل والنهار سواء في نص الكرة الشمالي او نص الكرة الجنوبي
أطوالهم أو عدد ساعاتهم بيكونوا قد بعض تقريبا. بيبدأ الموضوع ده أو طول الليل والنهار يختلف سواء بزيادة أو نقصان. يعني احنا عندنا امبارح كان الاعتدال الخريفي، الشمس متعامدة على خط الاستواء، عندنا الليل قد النهار، تدريجيا الشمس بتتحرك في اتجاه الجنوب، وبالتالي يبدأ الليل يطول عندنا إلى أن يصل لأقصى طول الليل في الانقلاب الشتوي ده في شهر ديسمبر، وده بداية فصل الشتاء فلكيا. لكن علاقة ده بالمناخ، طبعا احنا طبعا فصل خريف معروف انه في اعتدال الى حد ما في درجة حرارة، لكن مش مقصود دي الاعتدال الخريفي اللي هو في مسمى الفلكي. تمام. طيب يعني برضو حابين نوضح يعني ما بعد الاعتدال الخريفي يا دكتور؟ ما بعد كأحداث فلكية المفروض ان برضو حضرتك هو في اعتدالين خريفي وربيعي، لكن تزامنا كده او بدايه من امس يبدا طول الليل يزيد تدريجيا، لان الشمس بتتحرك في اتجاه الجنوب، ويبقى الربيع حاليا الربيع في جنوب الارض او نصف الكره الجنوبي، وتبدا درجه الحراره تدريجيا تقل لان اشعه الشمس بتبقى مايله اكتر عندنا، لكن متعامد اكتر على الجنوب. تمام. لحد ما يجي الانقلاب الشتوي وده فصل الشتاء، وتستمر يبدا الليل يقصر تدريجيا لحد ما يتساوى الليل مع النهار تاني في الاعتدال الربيعي، ثم يزداد طول الصيف ويقصر الليل الى ان نصل الانقلاب الصيفي في 21 يونيو، وده اطول صيف او اطول نهار اللي هو الانقلاب الصيفي، وده 4 أيام العام المتميزين جدا، وده اللي احنا بنسميها طبعا ده بداية فلكية ما لهاش علاقة مباشرة بتغيرات درجة الحرارة، لأن احنا بدأنا في فصل الخريف، لكن ما زال الناس بتشعر بدرجة حرارة، وده موضوع بيدرسه بتفاصيل أكتر زمايلنا في هيئة الأرصاد الجوية. طيب الحقيقه دكتور جاد يعني بعض المصطلحات برضو انه ممكن تكون جديده علينا وجديده على المشاهدين، يعني برضو زي الاعتدال وايضا الانقلاب، وبرضو في يعني ما المقصود بدائره البروج او البروج. تمام. احنا الجزئيه دي يمكن علشان يعني كتير من المواطنين يعني ليس لديهم علم تلك المصطلحات، بدانا مؤخرا بسياسه او حملات اعلاميه توعويه لجمهور المتابعين للفلك والظواهر الفلكيه، واللي منهم بالمناسبه يعني نشأ كبير جدا، ودي حاجه بتسعدني انا شخصيا. بدانا نعمل احتفاليات فلكيه، امسيات فلكيه في الظواهر الفلكيه الهامه اللي بتيجي، بحيث نعلم الناس دول يعني ايه مصطلح فلكي، يعني ايه ظاهره اعتدال ايا كان خريفي او ربيعي، انقلاب شتوي او انقلاب صيفي، ظواهر كثيرة من اقتران أجرام سماوية مع بعضها. أولا ده بينمي الثقافة العلمية عند المجتمع، وبالتالي تنمية ثقافة بتدرأ كتير من إشاعات. حضرتك عملنا مداخلات قبل كده عن ظواهر عواصف شمسية هتضرب الأرض ونهاية الكون، أو اقتراب كواكب من الأرض ونهاية الكون، كتير من الظواهر اللي بتروج لها شائعات وهي غير صحيحه بالمره. وده اكملا للاجابه على سؤال حضرتك، دائره البروج هي دي دائره اللي بدور فيها الكواكب المحيطه بالشمس، واللي فيها الاساس التواريخ الفلكيه زي بدايه الفصول اللي اتكلمنا عليها مع حضرتك. فكتير من المصطلحات دي انا بدعو، يعني بستغل الفرصه ان انا مع حضرتك وبدعو جميع المتابعين والمشاهدين لما يتابعوا صفحات المعهد سواء الصفحة الرسمية أو صفحات المعهد على مواقع التواصل الاجتماعي. أحيانا بنعمل بث حي عن تلك الظواهر للتعريف بماهيتها ومعناها العلمي والفلكي، في أحيانا بيكون رصد مباشر لبعض الظواهر الفلكية، وبالتالي برضو إجابة عن تساؤلات كتير من المواطنين المهتمين بتلك الظواهر ومعناها.
يعني هو الحقيقة طبعا زي ما يعني حياتك أوضحت طبعا باستفاضة جميلة جدا، احنا فعلا كنا حابين نوضح لمشاهدينا يعني بعض المصطلحات، وطبعا كمان عشان الخبر معانا، وطبعا بنتمنى ان دايما يعني كل الفصول تعدي بألف خير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله بخير، ومرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين. حياتك طيب وبألف خير يا دكتور. بشكرك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكر حياتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية فقرات برنامجكم صباح الخير، خليكم معنا. فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة، سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات، جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر يعني جميل حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر، وهو مشروع ممشى أهل مصر متنزه جديد على نهر النيل والدخول مجانا والافتتاح خلال أسابيع. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المشروع، معانا على الهاتف المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر. صباح الخير باشمهندس. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة طبعا حابين نعرف من حضرتك تفاصيل يعني ما تم تنفيذه حتى الآن بمشروع ممشى أهل مصر، ويعني برضو حابين برضو نؤكد هل صحة الخبر أنه هو الافتتاح خلال أسابيع ولا يعني المدة تختلف؟ يعني أولا يا فندم، هو مشروع ممشى أهل مصر ده يعتبر من أهم المشروعات التي سوف تساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكان التي يستحقها. التطوير سيشمل من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا ذهابا وإيابا في الاتجاهين. نحن حضرتك بدأنا في المرحلة الأولى منه اللي هي من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول حوالي 2 كيلومتر. دول حضرتك وصلنا نسبة التنفيذ 99%. عملنا حضرتك النهاردة كان من ضمن أهداف مقاولة مصر 2030 إن احنا نزود نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة وتوفير مناطق جذب سياحي داخل المدن. بدأنا حضرتك استغلينا فرق المنسوب بين نهر النيل والمستوى الموازي للرصيف فوق. بدأنا نعمل الممشى ده فرق مع المستويين، مستوى موازي للرصيف فوق ومستوى موازي لنهر النيل. بدأنا المستوى الموازي لنهر النيل نخلق فيه عرض تقريبا 6.5 متر عن طريق إنشاء بعض الخوازيق داخل نهر النيل. نفذنا 1813 خازوق. قدرنا حضرتك في المساحة 6.5 متر ديت ننفذ 62 محل، 5 كافيتريات، 5 مطاعم، 3 جراشات بإجمالي 180 سيارة. ما نسيناش إخواتنا وأصحابنا من ذوي الهمم، بدأنا نعمل رمبات للصعود والنزول وأماكن مخصصة ليهم داخل هذه الجراشات لركن السيارات. حضرتك النهارده فندم الممشى ده فعلا زي ما سيادتك تفضل انتهينا منه بنسبة 99% وجرى تجارب التشغيل. كلنا يا فندم عارفين إن العلم الحديث بيقول إننا أي مشروع لابد من تواجد شركة لإدارته وصيانته حتى يضمن استمراريته. احنا الحمد لله حاليا في دور التعاقد مع شركة الإدارة والصيانة للمشروع فور الانتهاء من التعاقد معها واستلام المشروع وتجهيز المحلات سيتم افتتاحه مباشرة. الممشى فندم جاهز، يمكن كلنا شايفين ان اهالينا بيستمتعوا بالممشى في الجزء الموازي للرصيف من فوق لان ده مفتوح فعلا وبيتمشوا عليه. الممشى السفلي ان شاء الله سيتم افتتاحه بعد تسليم المشروع للشركة المنفذة للإدارة، بعدها حضرتك إن شاء الله سيتم افتتاحه بإذن الله يا رب إن شاء الله. طيب احنا معلش احنا في أي مرحلة دلوقتي يا باشمهندس؟ احنا يا فندم المرحلة الأولى دي زي ما قلت لسيادتك خلصناها 99% وجرى تجارب التشغيل. بدأنا في مرحلة ثانية بدءا من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل ومن كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل. دي حضرتك بطول حوالي 3.2 كيلومتر، وصلنا نسبة تنفيذ 65% ومقرر انتهاء منها ان شاء الله في 6/2022 القادم. بدأنا حضرتك النهارده في مرحلة ثالثة أخرى بدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان ومن كوبري الساحل حتى كوبري تحيا مصر. دي حضرتك النهارده بدأنا فيها بطول 2.8 كيلومتر وجاري التنفيذ فيها طبقا للبرنامج الزمني. ودولة رئيس مجلس الوزراء وجهنا إننا نعمل تطوير داخل جزيرة الزمالك. بدأنا حضرتك في التطوير ده في النصف الأول منه بطول 4 كيلو وجاري التنفيذ فيهم في أول 700 متر منهم، وإن شاء الله مكملين في الأربع مراحل لحين هم بإذن الله إن شاء الله. طيب إحنا يعني سمعنا خبر برضو حابين حضرتك تأكده لنا، يعني إنه يعني هل هناك تعاون مع الفنادق المطلة على الممشى أو على النيل؟ يعني حابين برضو حضرتك تأكد لنا. بص يا فندم، إحنا زي ما قلت لسيادتك كده فندم، إحنا النهارده بدأنا الممشى بطرق العلم الحديثة. أولا التخطيط، بدأنا نخطط لوجهات نهر النيل كلها داخل نطاق محافظات القاهرة الكبرى. بدأنا حضرتك بعدها ننفذ ثالث مرحلة، مرحلة الإدارة. الإدارة دي يا فندم هي اللي هتكون مسؤولة، أو المطور العقاري بتاعنا هو المسؤول عن طرح هذه الوحدات السكنية لحق الانتفاع بها لمدة معينة. هو المسؤول يتعامل مع الناس كلها بالطرق اللي هي مناسبة ليه داخل شركته. يعني طبعا يعني جهد حضراتكم يعني قايمين بيه يعني مشكورين جدا، وطبعا احنا ملاحظين ولامسين ده وفي الشارع المصري طبعا، وشايفين الممشى بيتطور بشكل جميل جدا في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يعني يكمل على خير وينال يعني كل المراد منه يا رب ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله
ان شاء الله يا فندم باذن الله. انا بشكر حضرتك على وقتك وبشكرك على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا. المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان لشؤون المرافق والمشرف على مشروع ممشى اهل مصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية فقرات برنامجكم صباح النور، خليكم معنا. فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة، سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر، تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات، جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر.
يستقبل معرض أهلاً مدارس 2021 الزوار بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً. يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية والمشرف على المعرض. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني حابين نعرف يعني موعد استمرار المعرض طبعا اللي بدأ منذ أيام، حابين نعرف تفاصيل من حضرتك أكتر. هو حضرتك المعرض دوت تم افتتاحه رسميا يوم 15/9 برعاية دولة معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، وكوكبا المسؤولين طبعا على رأسهم الدكتور عالم صافي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة الفاضلة نبين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد المغارة التجارية إبراهيم بالعربي، بالاشتراك طبعا مع اتحاد الصناعات الغذائية وممثلة الغرف والصناعة. مدة المعرض حضرتك من 16 مفتتح للجمهور من 16/9 حتى 30/9 بيتم فيه عرض جميع المنتجات اللي بيحتاجها الطالب في دخول المدرسة زي أدوات مكتبية مدرسية، كمبيوتر، تابلت، ومستلزمات الكمبيوتر زي الأحبار والأجهزة والسكانرز، الشنط المدرسية، الأحذية، الملابس المدرسية. وكمان حضرتك ما نسيناش التغذية بتاعت الطالب، يعني في الدور العلوي في مواد غذائية بياخدها الطالب الصبح ورايح المدرسة. في نفس الوقت حضرتك لم نغفل أبدا دور الأسرة ورب الأسرة وست البيت، يعني في جناحين فوق حضرتك مخصصين ملابس السيدات وملابس الرجال. طيب يعني حابين برضو نعرف يعني هل المنتجات يعني جميعا مصرية ولا بتتضمن مصرية وأيضا مستوردة؟ يعني ده هو بتتضمن مصرية ومستوردة، ولكن المعرض السنة ده حضرتك 70% من المنتجات المعروضة هي منتجات مصرية بنسبة 100%، وده الجديد حضرتك في المعرض السنة دي، لأن ده نتاج تشجيع الحكومة والدولة للمنتج المصري وللصناعات المحلية. فالأهم بقى من كده حضرتك أن هذه المنتجات تم الإشادة بها من جميع السادة المسؤولين، وبيتم تصدير هذه المنتجات للخارج. يعني بص بقى حضرتك الجمال في الأمر أن هذه المنتجات لم تعد بس يتم تعامل فيها داخل جمهورية مصر العربية، ولكن بيتم تصديرها للخارج. إذن هي لاقت قبول وإشادة من الدولة اللي هي تم تصديرها إليها. فده الجميل برضو في الأمر حضرتك بالنسبة للمنتج المصري الموجود في المعرض. تمام. طيب برضو يعني حابين طبعا نقطة يعني المهمة برضو بالنسبة للمشاهدين، يعني أخبار الأسعار إيه، وهل برضو في تخفيضات ولا الأسعار زي المعروف عنها؟ لا يا فندم، ده أساس المعرض تخفيضات، يعني التخفيضات لم تقل بأي حال من الأحوال في المعرض عن 30%. ده نتيجة توجيهات معالي الدكتور وزير عالم صالحي في لقاءاته مع رؤساء الشعب ومع العارضين أيضا، أن التخفيضات لن تقل عن 30%، بل بالعكس بقى حضرتك ده في جناحين أو كذا جناح الأسعار فيهم بتتجاوز التخفيضات من 30% ل 50% كمان. كمان ما اكتفناش بس بموضوع التخفيض الأسعار، لا ده الجودة ثم الجودة ثم الجودة. يعني دوت في اللقاءات اللي تم عملها وتم إعدادها مع السادة العارضين كان معالي الدكتور وزير بيشدد على الجودة. فإذا المواطن لما يروح هيلاقي سعر مخفض وهيلاقي جودة عالية. تمام. طيب حابين برضو يعني نعرف من حضرتك، يعني النهارده هو 23 يعني 9 وحضرتك قلت يعني افتتح من 16/9، حابين نعرف يعني مدى اقبال الجماهير من بدايه الفتح. يعني هو الاقبال ممتاز جدا حضرتك، والاحلى بقى من كده ان احنا بنلاقي اسر مصريه متكامله، يعني رب الاسره وحرمه مع الاولاد، دي الحاجة الحلوة واللي احنا اساسا بننشدها، التكاتف الاسرة ولما شمل الاسرة دوت، ده هدف المعرض. في طلبة اللي هم الكبار في السن شوية 17-18 سنة بيجي لوحدهم، ولكن الغالبية العظمى اسر مصرية كاملة بتجوب ارجاء المعرض، وده الحاجة الجميلة اللي احنا بنسعد بيها بصراحة. طبعا يعني لما يكون الاسره كلها يعني بتلتف حوالين حاجه واحده طبعا ده حاجه جميله. يعني طيب حابين نعرف من حضرتك استاذ احمد، يعني هل تم مراعاه طبعا وتحديد شروط للشركات العارضه طبعا علشان يبقى في جديه في التخفيضات مع كم يعني مع ضمان الجوده العاليه؟ انا اشكر حضرتك على السؤال دوت. احنا حضرتك يمكن القائمين على المعرض السنه دي وعلى رسوم السيد المهندس تامر حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك، الداتا اللي كانت موجوده من 4 سنين بالنسبه للعارضين والمنتجين تم تنقيتها السنه دي، بحيث ان الذي لم يكن ملتزما بامور التشغيل وامور السوق وقوانين حمايه المستهلك تم استبعاده تماما.
وأصبح الملتزم والعارض المجدي في هذا المعرض هو دوت اللي تم الاستعانة به في معرض السنة دي 2021. والحقيقة أستاذ أحمد طبعا يعني جهد مشكور حضراتكم يعني بتقوموا بيه، والحقيقة طبعا يعني إذا كان ده يعني بيصب في الآخر طبعا ليه مصلحة الآباء والأمهات والأبناء طبعا علشان يعني يبدأوا عن دراسي جديد، وإن شاء الله كده نرى هذا المعرض ينتهي بألف خير وينال المراد منه يا رب إن شاء الله. أمين يا فندم، متشكرين جدا لزو حضرتك. شكرا، بشكرك جدا على وقت حضرتك، وبشكرك على التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا. بشكرك الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية والمشرف على المعرض، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامجكم صباح الخير، خليكم معنا. للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن. للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العليا تطير النسور. لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليهم. القوات الجوية المصرية، نسور السماء. دقيقة واحدة تفرق كتير، والوقت دايما تحدي. في زمن قياسي مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد، وطورت 335 مزلقان، 212 عربة قطار تم شرائها، وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد، وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة لتتسع ل 2 مليون راكب سنوياً، وتطوير ميناء نويبع، وتم تعميق المجرى الملاحي لموانئ دمياط والإسكندرية لاستيعاب كل السفن العملاقة. مصر دايماً على الطريق الصحيح وهتوصل بسرعة. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 253 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال رغم ظروف كورونا، وتحقق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية. حابين طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني حابين نعرف من حضرتك يعني حجم ما تم يعني التصدير من محصول البرتقال، وكيف حققت مصر طبعا هذا التقدم في الترتيب العالمي. الحمد لله احنا من بداية يناير حتى الآن او من بداية الموسم يعني او من شهر ديسمبر حتى الآن صدرنا ما يزيد عن 1,800,000 طن موالح طعامة، منهم حوالي 1,600,000 طن برتقال تقريبا. طبعا احتلت مصر بهذا الرقم، احتلت المركز الأول عالميا
في تصدير البرتقال وعلى مستوى العالم العام الثالث على التوالي منذ 2019 وحتى الان. تمام. طيب حابين برضو نعرف يعني ما يعني حجم الصادرات الزراعيه وفقا لاخر التقارير يعني عشان برضو مشاهدينا يعرفوا اكتر. احنا بدايه من يناير 2021 حتى اليوم احنا صدرنا ما يزيد عن 4 مليون و650 الف طن وده طبعا بزياده عن العام الماضي في نفس الفتره حوالي 15% حوالي 600 الف طن وطبعا ده يعتبر رقم يعني رقم كبير جدا وبالنسبه طبعا في ظل ازمه كورونا وفي ظل الكسل التجاري على مستوى العالم فاحنا الحمد لله صادراتنا الزراعيه ماشيه بانتظام وفي زياده مستمره اكثر كمان من العام الماضي وزي ما قلت في زياده للعام الحالي 15% حوالي 600 وشويه 120 الف طن على العام الماضي. طيب هو ده برضو اللي كنت حابب يعني اسال حضرتك عليه طبعا يعني يعني مصر حافظت على هذه الزياده طبعا يعني وكمان بزياده اكتر طبعا في ظل جائحه كورونا برضو حابين نعرف يعني التفاصيل اللي حصلت طبعا علشان المشاهدين يبقوا ادراية اكتر يعني. طبعا في ظل ازمه كورونا معظم دول العالم حصل عندهم ازمه بسبب النقل وبسبب الانتقالات وبسبب السفر وبعض المواني قفلت وبعض المطارات قفلت والعديد يعني وبعض الدول عملت لوك داون احنا الحمد لله في مصر الحجر الزراعي لم يتوقف لحظه عن العمل منذ بدايه كورونا حتى اليوم شغالين بكامل طاقتنا لم يتم تخفيف حتى قدره العمل او قدره العماله او عدد العماله فيما يخص المفتشين اللي هم بيتحصوا في الصادرات الزراعيه طبعا كان في اتخاذ بكافه الاجراءات والتدابير الاحترازيه اثناء ازمه كورونا بس طبعا مع التدابير الاحترازيه كنا بنشتغل 24 ساعه في اليوم من الناس المفتشين في المحطات وفي المحطات وفي الشارع وفي التعبئه بيبحثوا الشخصيات اللي بتتصدر بالتكرار طبعا ده كان بيساعد على عدم توقف اي صدر ما فيش حد كان عايز يتصدر ويتوقف عن التصدير الناس بتوعنا في المواني كانوا شغالين برضه 24 ساعه لم يتوقفوا ابدا عن التصدير عن الرقابه على التصدير فتحنا اسواق جديده خلال فتره يعني 2018 حتى الان فتحنا ما يقارب من 50 سوق تقريبا وطبعا دي ارقام كبيره جدا لان يعني واحد ممكن يحتاج من سنه لثلاث سنوات من مستوى الطبيعي يعني من سنه لثلاث سنوات يعني احنا بنتكلم في 50 سوق جديد فطبعا ده رقم كبير جدا طبعا الحمد لله يعني الحمد لله ربنا وفقنا وبالحاجات دي قدرنا نحافظ على الصادرات من القطاع. طيب يعني انا اسف على الاطاله دكتور احمد يعني بس اختم مع حضرتك عن اهم الصادرات الزراعيه في هذه الفتره تكون ايه؟ احنا بنصدر طبعا احنا زي ما قلت احنا صدرنا 4.6 مليون احنا دول بنصدرهم على راسهم الموالح طبعا زي ما قلنا في 280000 جميع على طول البطاطس صدرنا حوالي 700000 بعض البطاطس في البصل في العنب في الرمان في الثوم في الفراوله في الكوافه هي دي اهم في طبعا تكفي البرجر حوالي 400000 طن فطبعا يعني هي دي اهم الصادرات الزراعيه المصريه. يعني هو يعني جهد برضو يعني حضراتكم مشكورين عليه ويعني ده كفايه ان في ظل ازمه كورونا الوضع وصل لهذه المرحله الجميله وان شاء الله يعني مزيد اكتر واكتر من هذا الازدهار يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا بشكرك جدا الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي وزاره الزراعه بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا ننتقل لموعدنا الاسبوعي كل يوم خميس مع مقال نيافه الحبر جاي لانباء ارميه الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي والحقيقه المقال النهارده بعنوان البابا ميخائيل الثاني. يعني اسمحوا لي اقول لكم المقال أتمت المقالة السابقة الحديث عن البابا كيرلس الثاني المتنيح عام 1092 ميلاديا واليوم يجرى الحديث عن تاليه البابا ميخائيل الثاني. البابا ميخائيل الثاني 1092 إلى 1102 ميلاديا 68 في بطارقة الإسكندرية فبعد نياحة البابا كيرلس الثاني اجتمع مقدمو كهنة الإسكندرية إلى أراخنة الشعب اللي هم كبار الأقباط لاختيار الأب البطريرك الذي يصلح لحمل هذه المسؤولية العظيمة ويذكر المؤرخون أنهم قضوا أياما لاختيار الخليفة الجديد
للقديس ماري مرقس الرسول، لكنهم لم يتفقوا على رأي واحد، فخرجوا الاجتماع إلى الآباء الأساقفة وتناقشوا طويلا، وأيضا لم يستقر على رأي، ثم اجتمعوا إلى آباء الأساقفة في الصعيد في كنيسة الشهيد مرقوريوس لمناقشة الأمر معهم، حيث ذكروا أسماء عدد من الرهبان لكنهم لم يتفقوا على أحد. فقرروا الاجتماع إلى الآباء الرهبان ببرية شهيد بوادي النطرون من أجل إقامة الصلوات واختيار من يصلح للكرسي المرقسي. وفي دار القديس مقريوس الكبير بوادي النطرون اجتمعوا وتناقشوا مجددا حتى طرح اسم الراهب السورياني صموئيل الحبيس، فقرروا إقامته بطريركا، وتوجه عدد منهم لأجل إحضاره، إلا أنه قبل وصولهم إليه دبر الله لقائهم بعض الأشخاص الذين أعلموهم بأن إيمان الراهب صموئيل ليس إيمانا مستقيما بحسب الكنيسة الأرثوذكسية، فترجعوا عن ذلك الاختيار. وقضوا أياما في الصلوات ودراسة الأمور حتى ذكر لهم أن في قلاية سنجار راهبا قصا حبيسا يسمى ميخائيل، عالما فضلا ذا إيمان مستقيم يصلح لهذه المسؤولية العظيمة، ويذكر كاتب السيرة. فصاروا بأجمعهم إلى سنجار واجتمعوا بجماعة من أهلها وسألوهم عن قضية أمره، فما من أحد ممن يسألون عنه إلا ويصفه بالأوصاف الجميلة. فلما تحققوا ذلك اجتمع رأيهم على تصييره بطريرقا، وعندما اجتمعوا إليه امتحنوا إيمانه وعلمه، ولما وجدوا فيه شيئا كثيرا من العلم قرروا صيامته بطريرقا، ووضعوا له 3 شروط: أن يحرم السيمونية نيل الدرجات الكهنوتية مقابل دفع أموال إذ تمنعها قوانين الكنيسة وتأمر بإبعاد من يمارسها، أن يلتزم بدفع أموال لكنائس الإسكندرية من أجل تعميرها وإقامة الصلوات، أن يرد على أساقفة بعض الكراسي ما اغتصبه بعض البطارقة السابقين من أموال أو كنائس تابعة لهم. فوافق الراهب القس ميخائيل الحبيس على تلك الشروط وأقرها كتابة بخط يده في 4 نسخ، ثم اصطحبوه إلى كنيسة السيدة العذراء المعلقة حيث رسم بطريركا على كرسي ماري مرقس الرسول عام 1092 في أيام حكم الخليفة المستنصر. ولم يمض وقت طويل حتى تقدم أسقف مصر إلى الأب البطريرك يطلب إليه الوفاء بما تعهد به ورد الكنائس، لكنه أنكر ذلك زعما أنه رفض هذه الشروط، وكان قد استطاع الاستيلاء على 3 نسخ في حين ظلت الرابعة مع أسقف مصر الذي واجه البطريرك بما كتب. فحاول البطريرك أخذها منه فأبى، ازدادت الأمور سوءا بين البطريرك وأسقف مصر حتى منع البابا أسقف مصر من إقامة الصلوات، فقصد الأسقف دير القلمون بالفيوم وأقام هناك حتى اضطر البابا إلى إعادته بعد ثورة الشعب عليه، وظل البابا والأسقف متسالمين زمنا، ثم عاد النفور بينهما، فقرر البطريرك التخلص من أسقف مصر إذ عقد مجمعا من الأساقفة على أسقف مصر وادعى أنه خالف قوانين الكنيسة، فأقر المجمع وجوب قطعة من رتبته. فلما علم الأسقف بهذا الاتهام اختفى، فوضع البطريرك يده على كنائسه، وفي السنة الثانية على تولي البابا ميخائيل الثاني مرض أمير الجيوش، فتولى الأمور ابنه الأفضل بعد أن كتب له المستنصر أمر تقليده شؤون الدولة. ثم توفى الخليفة المستنصر باللام وتولى الحكم من بعده ابنه المستعلي باللام. وقد حدث في أيام ذلك البطريرك أن قلت مياه النيل في مصر ما دعا إلى السفر إلى ملك الحبشة، فقابله بالترحاب، ولما علم ملك الحبشة بأمر النيل أمر بفتح أحد السدود، فوصلت المياه إلى أرض مصر، وكانت تلك هي الزيارة الأولى لأب من بطاركة كنيسة الإسكندرية إلى الحبشة منذ خضوعها دينيا لها. بعد ذلك توفى مطران الحبشة، فأرسل ملك الحبشة يطلب صيامة مطران آخر، فرسم الأب البطريركي للأحباش راهبا يدعى جرجس وسافر إلى الحبشة، إلا أنه كان محبا للمال فلم يقبل به الأحباش، وألزمه ملك الحبشة بإعادة جميع الأموال، ثم أعاده إلى مصر، وأرسل ملك الحبشة شكوى إلى الوزير الأفضل، فقبض على المطران وأودعه السجن حتى مات. وفي عام 1102 أصيب الأب البطريرك بالطاعون وتوفى بعد أن قضى في الرئاسة الكهنوتية 9 سنين و7 شهور ونصف الشهر، ثم خلفه البابا مقار الثاني، والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بنشكرك جدا نيافة الأنبا إرميا
على المقال الجميل وعلى المقالات. ودايما لما بيكون معانا يعني مقال عن سيرة قديس طبعا يعني بنبقى فخورين جدا، وكمان بنحتزى به كل الفضائل اللي مر بها القديس وطبعا كل القديسين على مر العصور. فبنشكرك جدا يا فتح برجليل الأنباء إرميا. مشاهدينا بكده خلص المقال، فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد كده لفقرة الصحافة اللي هنناقش المنشطات اليومية النهاردة. وبيسعدنا في تحرير الخبر هيكون معانا عبر الهاتف الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الصحافة، خليكم معانا.